فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذا المسجد أن أطلقنا درسين في تفسير القرآن، درس بشكل يومي بعد صلاة المغرب في تفسير سورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني الشياطين. فعندنا بشكل يومي درس نصف ساعة تقريبا بتفسير سورة البقرة، ويوم الجمعة بعد المغرب درس بشرح الأربعين النووية للشيخ الفاضل أبو السنابل، وهو من بقية السلف الصالح، يأتي لهذا المسجد بسم الله ما شاء الله عنه ويعطي درساً هنا. وهناك درس يوم السبت للأخوات من الساعة 10:30 للساعة من الساعة 9:30 للساعة 11، سيكون ثلاث دروس متتالية، درس تفسير جزء عامة، ودرس سيكون مع الله لتعليق الناس بالله، وسيكون مجلس للإقراء لإقراء القرآن للأخوات، يلي الأخت اللي بدها تتعلم قرآن تقرأ قرآن، في أخت تيجي بتقرئها وبتحفظها القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا مرة واحدة في الأسبوع. أما درس التفسير فهو بشكل يومي. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الراحة أقبل على دروس التفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن قراءة القرآن راحة للصدور ونور للقلوب، ومن دعائه اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا.